وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. مساء الخير سيدي، في البداية نرحب بك معنا في نشرة الثالثة. ما هو تعليقك لما جاء في صحيفة لوموند الفرنسية من حقائق جديدة تثبت تورط قطر بالتحايل على العالم من أجل الفوز بتنظيم مونديال 2022؟ أستاذ مبارك سيدي، إذا نعتذر عن هذا الخلل ونواصل نشرتنا لهذا اليوم. تتميز مملكة البحرين بحيوية قطاع الخدمات اللوجستية نتيجة لعدة عوامل أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ما يجعلها شريان الوصل في التجارة بين عدة دول، وإلى جانب البنية التحتية المتطورة التي هيئت الظروف لتسهيل عمليات الشحن والتفويج والعمليات التجارية، فضلا عن استقطاب كبريات الشركات للاستفادة من الخدمات والتسهيلات البحرينية، بما يسهم في تعزيز تنافسية البحرين في هذا القطاع. ويعتبر القطاع اللوجستي أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بمملكة البحرين، حيث تعمل الجهات المعنية على أن تكون البحرين مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية من خلال زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المفضل للتجارة الإلكترونية.